بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلاب الصف التاسع المتوسط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات، واليوم إن شاء الله بنستكمل مع دروس الوحدة الرابعة، الهندسة الإحداثية وهندسة التحويلات، ودرسنا اليوم عن الدوران. والدرس مقسوم على حصتين، فإن شاء الله هنقسم الدرس على الحصة دي وكمان في حصة أخرى. البداية مع سؤال تمهيدي بيقول: إذا كانت القاف 3 و0 والكاف 1 و0، فإن قاف كاف يساوي كام وحدة طول؟ عندي هنا طبعا الإحداث الصلي مش موجود، فكأني بجيب بيديني اختيارات: أ ب4 وباء بسالب 2 بموجب 2 وجيم بجذر التربيع ل2 والدال بسالب 2. احنا متعودين طبعا ان احنا نحل علشان نعرف نختار، وانت كذلك في الاختبار لازم تجرب وتشوف الحل الصحيح اي واحد فيهم. ما ينفعش ان احنا اول ما نشوف سؤال في اختيارات ان احنا نشير، لازم تحل المسألة ولو في مسودة وتشوف الناتج الصحيح وتعلم عليه. عندي القانون بتاع طول القطعة المستقيمة بيقول: الجذر التربيعي لفرق السينات أس 2 زائد فرق الصادات أس 2. وبنشوف عندي هنا واحد الإحداثي س 2 ناقص س 1 ب3، وبعدين القوس الثاني اللي هو فرق الصادات، الصادات أصلا بصفر، يبقى كأني بقول الجذر التربيعي لفرق السينات الكل تربيعي، يبقى الجذر التربيعي لسالب 2 أس 2 اللي هو بالجذر التربيعي ل4 اللي هو هيطلع بيساوي 2 وحدة طول، يعني الإجابة رقم ب. في الكتاب صفحة 156 نشاط رقم 1، الصورة اللي أمامنا دي طبعا لدراجة، وبيوصف لي حركة عجلة الدراجة. طبعا الدراجة لما بتسير للأمام على هذا الوضع طبعا بيبقى دورانها عكس عقارب الساعة. عكس عقارب الساعة يعني دوران موجب، دوران موجب. وإذا كانت بتسير مع حركة عقارب الساعة أو اتجاه حركة عقارب الساعة بنقول عليه دوران سالب. من الشكل المرسوم يوضح السهم اتجاه حركة عجلة الدراجة الهوائية وهي تدور حول نقطة ثابتة. لاحظ معايا إن دايما أهي دي النقطة طبعا اللي بيبقى موجود عليها عجلة الدراجة سواء الأمامية أو الخلفية، ولتكن في نقطة واو. النقطة واو دي هي طبعا تعتبر مركز دائرة. أكمل كل مما يلي: القطعة المستقيمة واو ألف، واو ألف يعتبر إيه بالنسبة للدائرة؟ الدائرة اللي مركزها واو يعتبر نصف قطر، يعني اختصاره بنكتب إيه؟ نق. طيب ولو قلت لك واو ألف شرطة اللي هو ده ايضا يعتبر نصف قطر اخر للدائره. اذا الواو الف علاقته ايه بالواو الف شرطه؟ اكيد انصاف اقطار للدائره متساويه. بيوصف عندي الدوران، فبيقول الدوران هو تحويل هندسي يعين لكل نقطه الف نقطه اخرى نسميها ايه؟ نسميها الف شرطه، بحيث الالف صورتها هي الألف شرطة. طب والواو؟ تظل الواو كما هي لأنها نقطة صامدة هي اللي بيدور حواليها الدوران، هي اللي بيحدث حواليها الدوران، تسمى مركز الدوران. وبيقول لي طبعا بيأكد لي إن واو ألف بيساوي الواو ألف شرطة، وبيقول لي إن زاوية الدوران هي ألف واو ألف شرطة، وهي زاوية الدوران وقياسها إيه؟ قياسها هاء. إذا كانت مع عقارب الساعة فبنسميه دوران سالب، إذا كان عكس اتجاه حركة عقارب الساعة فبنسميه دوران موجب. تدرب واحد صفحة 157 بيقول لي: أكمل ما يلي. لو كان عندي دوران مركزه واو وزاويته 30 فهو دوران حول نقطة واو في اتجاه عكس عقارب الساعة. يبقى لما يكون الزاوية موجبة هيكون احنا ماشيين كده عكس عقارب الساعة بزاوية قياسها كام؟ 30 درجة. وإذا كان عندي دوران ب
حول نقطة الأصل وزاويته سالب 120 درجة، يبقى هو دوران حول نقطة واو في اتجاه مع حركة عقارب الساعة بزاوية قياسها، مش هنقول سالب 120، لا هنقول بزاوية قياسها 120 درجة. عموما إذا كان عندي سين وصاد نقطة في المستوى الإحداثي، طبعا السين والصاد دي ما يقصدش بيها نقطتين، بيقصد بيها زوج مرتب لإحداثي نقطة في المستوى الإحداثي، فإن لما نعمل دوران للسين والصاد حول نقطة الأصل بزاوية قدرها سالب 90 درجة هيعطيني، لاحظ بقى اللي بيحصل، السين اتبدلت مع الصاد، يعني كان عندي الإحداثي السيني هيروح مكان مين؟ مكان الإحداثي الصادي ولكن بإشارة مخالفة، والصادي هيروح مكان السيني ولكن بإشارة نفس الإيه؟ نفس الإشارة. يبقى دوران سالب 90 نقدر نقول صاد وسالب سين، دوران سالب 90 من نقطة سين وصاد هيبقى صاد وسالب سين، ويسمى دوران ربع دورة، دوران ربع دورة. إذا كان عندي الدوران بموجب زاوية 90 يبقى عندي السين والصاد هتبقى بسالب صاد وسين، دوران سالب 90 صاد وسالب سين، ودوران موجب 90 بالصاد بسالب صاد وسين، ويسمى أيضا دوران ربع دورة. الدوران ب 180 درجة حول نقطة الأصل بتغير الإشارات فقط، يعني عندي الزوج المرتب، لاحظ كده، وطبعا ده بيمثل الانعكاس اللي احنا اتكلمنا عنه، بيقول لي إذا كان عندك نقطة سين وصاد أو إحداثياتها سين وصاد بدوران حول نقطة الأصل سواء بموجب 80 أو بسالب 180، سواء بموجب 180 أو سالب 180، فأنت هتغير إحداثيات النقطة فقط، السين لو كانت موجب تبقى بالسالب، والصاد لو كانت موجب تبقى بالسالب. أحيانا في الاختبار بيجي لك السؤال في نقطة بالموجب ونقطة بالسالب عشان يشوف أنت هتختار أي اختيار في الناتج بتاع الدوران. الدوران ده بيسمى نصف دورة، واحنا قلنا ان سالب 180 او موجب 180 هو نفس اللي بتعمله، بتغير اشارات الزوج المرتب او اشارات الاحداثيه. يقول لي بنفس الطريقة اذا كان عندي سين وصاد بدوران حول نقطة الاصل بزاوية 180 درجة، فانت برضه هتغير الاشارات فقط لا غير، مش هتبدل مكانهم زي ما عملت في الموجب 90 والسالب 90. رقم 3، خلي بالك السين والصاد النقطة بدوران حول نقطة الأصل وزاوية 270، يعني زاوية مع عقارب الساعة، فأنت بتبدل السين والصاد وتخلي الصاد هي اللي إيه؟ هي اللي سالب، يسمى دوران ثلاثة أرباع دورة، يسمى دوران ثلاثة أرباع إيه؟ دورة. ولاحظ عندي كده الموجب 90 زي السالب 270، الدوران موجب 90 نفس القاعدة بنستخدمها مع سالب 270، وخلي بالك كمان ان الموجب 270 هي نفسها قاعدة السالب 90، يعني انت تحفظ اتنين منهم تقوم تستنتج الاتنين الاخرين. الكتاب صفحة 161 بيقول لي خواص الدوران، لكل التحويلات الهندسية خواص سواء للانعكاس أو الدوران أو التكبير أو زي ما أخذنا قبل كده الإزاحة، كل واحدة فيهم لها خواص. تعالى نتعرف على خواص الدوران. الدوران يحافظ على الاستقامة، الدوران يحافظ على البينية، الدوران يحافظ على قياسات الزوايا، الدوران يحافظ على التوازي، الدوران يحافظ على الأبعاد، وآخر حاجة الدوران يحافظ على الاتجاه الدوران. مش ممكن تكون بتعمل دوران لشكل هندسي معين وتعمل دوران لأضلاعه جميعا إلا ضلع واحد تعمله مثلا في اتجاه مخالف أو ما شابه، يبقى هي دي خواص الدوران، يحافظ على الاستقامة والبينية، ويحافظ على قياسات الزوايا، ويحافظ على التوازي، ويحافظ على الأبعاد، ويحافظ على الاتجاه الدوراني. والأسئلة دي أحيانا كتير جدا بتيجي بصح وغلط والاختياري، اللي هي الأسئلة الموضوعية.
الكتاب صفحة 159 عندي نشاط بيقول أكمل الجدول التالي وفقا للخطوات السابقة. طبعا لازم تحفظ القواعد، واللي ما يحفظش القواعد ممكن يستنتجها، يرسم قدامه مستوى إحداثي ويبدأ يعمل نقاط، يحط نقطة ويحاول يعمل لها دوران ب90 أو بسالب 90 أو ب180 وسالب 180 أو ب270 وسالب 270. عندي شبكة إحداثيات مرسوم عليها بعض الأشكال الهندسية، وبيقول لي الدوران والرؤوس. عندي النقطة ألف سالب 1 و4 وباء سالب 5 و4 وجيم سالب 3 و0، متحوطين طبعا ومتحددين على الإحداثي المستوى الإحداثي. آدي الألف وآدي الباء وآدي الجيم. لو بدوران 90، لاحظ إحنا قلنا سالب 90 بصاد وسالب س، فهتروح عند مين؟ هتروح عند باء شرطة وألف شرطة وجيم شرطة. يبقى الألف شرطة هو طلعها، خلي بالك السين كانت بالسالب أصبحت هنا بالإيه؟ أصبحت هنا بالموجب، لأنه بيقول سالب س، يبقى دي صاد وسالب س، سالب في سالب بإيه؟ بموجب. طيب والباء؟ تعال نشوف الباء إحداثياتها هنا كانت كام؟ إحداثياتها كانت سالب 5 و4، سالب 5 وكام؟ و4، إحداثياتها هنا بقت كام؟ بقت موجب 4 وموجب 5. موجب 4 وموجب ايه؟ وموجب 5. برضو نفس الكلام، احنا قلنا صاد وسالب س، سالب في سالب بموجب يعني موجب 5. نفس الكلام هنعمله، هيبقى 0 وموجب ايه؟ وموجب 3. عندي هنا الدوران على نفس النقاط، ولكن دوران بسالب 180 درجة. احنا قلنا في 180 بالموجب او 180 بالسالب، انت بتغير الاحداثيات بس. يبقى الالف شرطتين هتبقى كام؟ هتبقى موجب 1 وسالب 4، بس بتغير اشارات الاحداثيات. طب والباء هو حللها، الباء شرطتين بتساوي كام؟ بتساوي سالب 5 تنزل ايه؟ موجب 5. لو كانت القاعده فيها زاويه 180 او سالب 180، انت بتعكس احداثيات الاشارات بتاعت الاحداثيات وفقا. 5 بالسالب تنزل 5 بالموجب، 4 بالموجب تنزل 4 بالايه؟ بالسالب. طب وهنا؟ هيبقى عندي هنا موجب 3 وصفر، لان الصفر ما فيش فيه سالب وايه وموجب. طيب ولو موجب 90، يبقى احنا قلنا ايه؟ هنقول سالب صاد والسين. سالب صاد يعني هتحط الاحداثي الصادي في الاول وتحط له اشاره مخالفه وتاخد السين زي ما هي. ولو شفتها في الرسمه برضو هتبقى متاكد من الكلام اللي بقوله. يبقى عندي هنا دوران بموجب 90 سالب صاد وسين، سالب ص وايه؟ وسين. وبعدين بيقول لي بعد كده على السالب 270، واحنا قلنا سالب 270 هي الموجب ايه؟ هي الموجب 90. يعني نفس الاحداثيات اللي فوق دي احنا هنكتبها مباشره اللي هي في السطر الاخير. طب والموجب 270؟ احنا قلنا بتكافئ، بتكافئ السالب 90. يبقى النقاط دي هي اللي هتكون برده موجوده في الصف الاخير. لاحظ عندي كده السالب 180 هي الموجب 180، السالب 90 هي الموجب 270، والموجب 90 هي سالب 270. موجب 180 هنعكس برضو اشارات الاحداثيات وفقط. صفحة 159 نشاط رقم 2، أمامي طبعا مستوى إحداثي مرسوم فيه مثلثين، واحد أحمر واحد أزرق، وواضح جدا إن الأزرق هو صورة المثلث الأحمر بدوران. هنتعرف على القاعدة بتاعته بعد شوية. بيقول لي رسم المثلث ألف باء جيم على شبكة المستوى الإحداثي، حيث الألف سالب 1 و4 والباء سالب 5 و4 والجيم سالب 3 و0. ثبت ورقة شفافة على المستوى وقم برسم المثلث ألف باء جيم. يعني هتجيب ورقة شفافة كبيرة كده وتضعها هنا وترسم بيها الايه؟ المثلث. وبعدين ثبت سن دبوس عند النقطة واو وقم بتدوير الورقة الشفافة. تحط هنا دبوس في المنطقة دي كده وتدور، تعمل دوران للمثلث الورقة الشفافة اللي انت عملتها بزاوية قياسها 90 درجة مع اتجاه حركة عقارب الساعة، وقوم ارسم او انظر للمثلث. طالما انت عملت زاوية بالظبط قياسها 90 درجة، انظر أين سيكون المثلث المرسوم على الورقة الشفافة. بيقول لي طبعا هتظهر عندك صورة مثلث تاني بعيد عن المثلث الأول،
وبنسميه ألف شرطة باء شرطة جيم شرطة، بنحدد نقاطه طبعا، وبنقول بالقاعدة إن المثلث ألف باء جيم بدوران قاعدته دال واو وسالب 90 درجة، يعني دوران مركزه نقطة الأصل وبزاوية قياسها 90 درجة، والسالب هنا معناها إيه؟ معناها مع اتجاه حركة عقارب الإيه؟ عقارب الساعة. طبعا هينتج عندي المثلث أ شرطة باء شرطة ج شرطة. الكتاب صفحة 161 تدرب 2 أكمل كل مما يلي، حيث واو هي نقطة الإيه؟ نقطة الأصل. 3 و5 بدوران مركزه واو وموجب 90، وإحنا قلنا إنك لما تيجي تعمل القاعدة لازم تكون يا إما تستنتجها على مستوى إحداثي يا إما تكون حفظتها خلاص. بنلاحظ كده إيه اللي حصل؟ هنا الخمسة جت في الأول، يعني المستوى الصادي الإحداثي الصادي أصبح هو الإحداثي السيني وتغيرت إشارته، يبقى كأنك بتقول س مصاد بزاوية 90 بيساوي سالب صاد وس. واحد وسالب 4 بدوران مركزه نقطة الأصل وزاويته 90 مع عقارب الساعة، يعني سالب 90 درجة. لو قلنا هنا يبقى إيه؟ هيبقى صاد وسالب س، صاد وسالب س، الصاد بكام؟ بسالب 4، والسين بواحد هتبقى إيه؟ سالب 1، بتبدل مكانهم وتعكس إشارة الإيه؟ الإحداثي السين. 2 وصفر هتبقى طبعا ب 180 او بسالب 180، غير الاشارات بس يبقى سالب 2 و0. سالب 6 وسالب 3 برضه سالب 180 او موجب 180، غير فقط الاشارات ما تبدلش مكانهم، هيبقى عندي 6 بالموجب و3 بالموجب. 270 هي نفسها تكافئ سالب 90، 270 بالموجب تكافئ سالب 90، يعني هيبقى صاد وسالب س، هيبقى عندي صاد اللي هي بسالب 1، وطبعا الصفر ما فيش اشاره موجب ولا سالب. سالب 7 و2 احنا قلنا 270 بالسالب تكافئ 90 بالموجب، يعني سالب ص وس، يعني عندي هنا سالب 2 وسالب 7. تمرن رقم 1 بيقول اكمل كل مما يلي حيث واو هي نقطة الأصل، والسؤال ده في صفحة 164. 1 و4 بدوران واو وموجب 90، سالب 4 و1 يعني سالب ص وس، والسالب 90 لو 2 وسالب 10 هتكون ها خلاص حفظنا ص وسالب س، يعني سالب 10 وسالب 2. هنا هنغير فقط إشارة الستة هتبقى سالب 6 وصفر، ما بنبدلش الأماكن، وبالسالب 180 هنا هنغير برضو الإشارات يبقى موجب 3 وموجب 7، وعندي سالب 0 وسالب 4 هتكون سالب 4 وصفر اللي هي ص وسالب س، وطبعا الصفر ملوش أي إشارات فما بنغيرش الإشارة. سالب 5 و11 هتبقى طبعا كم؟ سالب 11 وسالب 5 اللي هي ص وسالب س. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حصتنا، ونراكم إن شاء الله في الجزء الثاني من هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.